احلى مسا عليكم جيمرز اند جنتلمان، معاكم احمد باك اب قاد فرجني والمزيد من لعبه كنترول. وبعد ما قضينا الفيديوهات اللي فاتت كلها في السايد ميشنز، فاضل سايد ميشن واحده بس هنشتغلها دلوقتي وهنعملها قبل ما تنبثق لنا اي سايد ميشنز جديده خلال المهام الرئيسيه. واتمنى الوقت الفيديو يكفي اعمل سايد ميشن واخش كمان في التانجو الفنلندي اللي هي منفضه السجائر في ميز كده ولا حاجه. بس قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوف الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، لو انت مشترك التفاعل يا جماعه والكومنتات واللايكات مهمه جدا عشان الفيديو ينتشر. وبشكر طبعا يا جماعه كل الداعمين والباستمرار، بشكركم على دعمكم المتواصل وكومنتاتكم ولايكاتكم، وانتم سر استمراري بالفيديوهات والقناه. وهيا بينا نلعب. طبعا دلوقتي انا محتاج اعلم على الميشن المهام، ندخل نعلم على دي نشوفها فين بقى. لا نشوفها في خريطة. خريطة فين؟ اوكي، مركز قسم العمليات. يبقى احنا هنعمل فاست ترافل. ماشي، انا مش عارف ابطل الخطا ده امتى. نعمل فاست ترافل، مركز قسم العمليات، المفروض ده يوديني وده كمان يوديني قسم التحقيقات التجاريه وممر قسم هو ممر قسم العمليات، يوديني مركز قسم العمليات. هو ده اتجاهي سليم. طبعا هيطلع لي هيس، ده شيء مفروغ منه. يا ما جاتش عادي. يلا قاتل من اجلي. خلصوا؟ طيب انا خدت دي اوريدي قبل كده. طيب نذهب الى ايه؟ لوين؟ هنا مركز قسم العمليات. عندنا انسخ الرساله متسلسله. المزيكا دي جايه منين؟ يعني المفروض اعمل بيها حاجة؟ دي تحت اوريدي. طيب ننسخ البتاع المتسلسلة دي فين بقى؟ ما ناخدش دي. ارسل ثلاثة نسخ من الأسئلة المتسلسلة عبر البريد. وأنا كده معايا ثلاث نسخ؟ اوبا، يبقى انا كده لازم اعرف هنروح فين. فاست ترافل سريع. انا كده ماشي صح. المكاتب التي تم التخلي عنها، نروح هنا. المكاتب التي تم التخلي عنها، رحت فين؟ ايوه دي. لازم يمشوروني يا جماعه، مشاوير مشاوير كتير، كان البنزين ببلاش. تاني اوكي، انا فاضي ابص كده واتجه هذا الاتجاه. عبر البريد. طب انا الاقي البريد ده فين بقى؟ هو اصلا فيه بريد في اهو ده البريد؟ هو في بريد شغال في المكان ده يا جماعه؟ خلاص ناخدها، يعني ايه، ناخد الحيطه الشمال كده وايه، ونحسس بقى على المكان كله لحد ما نعرف كل البريد فين. انا كده لسه جوه. اوكي، المفروض اروح المكان التاني اوريدي. ماشي ماشي ماشي. I got it. فين الفاست ترافل؟ هنا. ايه هنروح عند ممر المرافق ومنصة المراقبة. ممر المرافق دي لازم اروح هنا.
اعتقد ذلك هيطلع لي في الحتة دي هيس طبعا. فين اتجه انا يا جماعة؟ المفروض انا عملت الشام دي بس مش فاكر انا مطلعتهاش ليه في فيديو، اتمسح ولا مسحتها بالغلط او كده، مش متأكد بصراحة. سبحان الله، مو تعرف مين اللي بيصلح الازاز. ايوه هنا انا مش شايف حاجه. ايه المكان ده يا جماعة؟ أنا جيت هنا قبل كده؟ ما هذا المكان المريب؟ طب نفتح دي بس. اوكي، المفروض انا يعني البريد يبقى هنا مثلا. هو الباب ده مش كان مفتوح يا جماعة ولا قفلوا؟ أنا كنت عمال أسأل اتأخرتوا ليه؟ اتأخرتوا ليه؟ المفروض المكان ده من فوق، فوق يعني. يلا. بس فين هو؟ المفروض أنا دلوقتي في المكان الصح. طبعا مش شايف حاجة فهمشي مع الخريطة يا جماعة. لا هنا هنا. هو ليه الدنيا مقفولة؟ ما انا قدامي مفتوحة هنا في الخريطة. اوكي اهي. ما الكشاف كان المفروض استعمله هنا يا جماعة. هل فات الأوان؟ مفيش كشاف تاني؟ معقولة الضلمة دي يا جماعة؟ معقولة اللعبة متعمدة تحطني في الضلمة دي؟ طب نكمل الطريق يا طيب. اهي اهو. Two down, one to go. اخس، ده انتوا حاطيني في مكان زبالة زيكم. نروح بقى كده. انا ماشي بنور الله يا جماعه. ايوه بس انا كده وصلت للمكان. عايز اروح لفاست ترافل بسرعه. انا كده المفروض اروح هنا يا ابن الذين. يلا باي باي. والله يا جماعه انا مش عايز اموتكم، والله انا عايز بس انجز واروح المكان اللي انا عايز اروحه. هو ده؟ تصدقوا هو ده؟ طيب نروح بقى ايه السفر السريع الاخير. يودينا عند المنفذ السفلي. اوكي ذات واز فاست. اوكي هو لازم بريد يبقى في مكان مظلم يعني، طلعوا عيني. وحط منصة المراقبة، المفروض يبقى فوق هنا. لازم اطلع لها من تحت.
Aha! Got ya. And that's three. That should take care of any bad karma. عد إلى مكاتب متحركة. How did that first letter get in here? I wonder if I could track it to the source. مكاتب متحركة. أنا ما سمعتش الاسم ده قبل كده. أوكي. نرجع لمكاتب متحركة. نروح لها فين؟ عند جناح تحميل أحداث العالم المتغيرة. أسامي سبحان الله يا أخي، أسامي غريبة جدا بصراحة. هنا هنا يا رب يطلع مكان صح. هما كان ده أول مرة جه ولا إيه؟ أنا فاكر إن أنا جيت قبل كده، إزاي في الحاجات دي أول مرة تتفتح؟ بيني وبينك الإزاز أنا. إيه الحاجة؟ إيه الأشياء دي؟ يا جماعة ده فيلم رعب ده ولا ايه يا جماعة؟ ماشي ربنا يهديكوا. طب انا جبت من هنا تقريبا. Follow the tube. Follow the tube. فين التوب ده بقى؟ دي؟ So you're the one sending out spam mail. That takes care of it. No more superstitious blackmail. انا اكتشفت المكان ده بالصدفة البحتة يا جماعة. ابحث عن عرض شرائح التانجو الفنلندي. خلاص يبقى انا كده المفروض ان انا هدخل في المهمة بقى بتاعت ايه؟ الميز. واعتقد انها مهمة يعني ايه فيها شيء من الصعوبة، ومع ولذلك انا بختار هيجي منين بقى باك اب؟ ما بيجي في ساعتها. طيب يا جماعة انا شايف ان احنا ننتهي بهذا القدر من الفيديو، يعني شايف ده نخلي الفيديو ده مخصوص للميشن الجانبية اللي احنا خلصناها بتاعت البريد، واشوفكم فيديو جاي في مهمة التانجو الفنلندي. و وانا مش عايز اقول لكم حاجه والله، اعتقد ان انا بشكركم تاني بعد ما شكرتكم اول المقطع، اشكركم في اخر المقطع على الدعم المتواصل، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وربنا يخليكم ليا، واشوفكم يا شباب فيديو جاي. كان معاكم احمد بهجت من قناه فرجني، ومع السلامه.